حل موعدكم مع نيتشر، واليوم موضوعنا عن الفود ويست او الهدر بالاكل. صباح الخير مارك. هاي سيف، كيفك اليوم؟ تمام. بدنا نحكي عن هالموضوع لانه بتعرفي انا بحس لو عملنا بعد شي 100 حلقه عن هالموضوع لازم نضل نحكي عنه لانه كثير مهم. الفكره هي انه دائما الفاو منظمه التغذيه العالميه بتطلع هالدراسات واوقات يعني اساسا نحن نوعى شوي يعني، والفكره انه عم بيرجعوا يذكرونا انه الهدر بالاكل هن انه واحد بفكر اوكي هدر بالاكل يعني بركه انه انا ما عم بعمل لازم علي، بركه له علاقه بالفقر بالعالم وهيك. مش بس هيك، عم بخبرونا انه نحن قد ما عم نصرف اكل زياده عم نعمل اكل زياده عم بيطلع من اكثر طعم كل الفقراء بالعالم من هالاكلات يلي نحن عم نكبها. بس مش بس هيك، الاهم كمان يعني هو اكيد شيء كثير مهم اللي عم بتقولي انه في عنا 900 مليون شخص حاليا ما بياكلوا بالعالم. واو. وفي اكل بينكب بطعم 900 مليون شخص. بس الاهم من كل هيدا انه هالفود بوليوشن اللي عم بتصير ونحن هالاكل عم نكبه عم بروح على الزباله، وهلا رح نحكي كيف، مش بس عم بدر البيئه، هو واحد من اهم اعداء للبيئه حاليا. فنحن لازم نفهم انه ما فينا نكمل هيك، نجرب نوعه ونجرب نظبط. رح نعطي صور ونعطي حتى نفرج ارقام. هو عم بخسر مصاري، عم بخسر كثير، حتى عم بلوث البيئه. انا تفرجيك مثلا هيدي الصوره، ما حدا بيفهم كيف معقوله ينحط هيك صور. يعني بتشوفي هالاكل اللي عم ينزل هيك كيف ما كان. فالفكره هي انه اكل كيف ما كان هيك عم ينكب كل الوقت، ما حدا بيهتم فيهم. وليه عم ينكب؟ اول شغله لانه الناس حاليا قبل ما اصلا مثلا افترض انت مزارع، قبل ما تنزل بندوريات عند التاجر، التاجر عنده سبيكس معينين، سو انت بتكب نصهم لانه هو ما رح ياخذهم. سو هيدا كمان عم نروح اكل، بيرجع بنوصل على السوبر ماركت، ما بنقوا غير الحلوين كمان بينحطوا، هيدا غير انه بعدين نحن لما بنطبخ، يعني مثلا بنطبخ كميات، ما بنفكر كم شخص بده ياكل وكم نهار بدهم يضلوا الاكله. ما بدي زعل امي مني، بس انا وقتها بتكون عم تعمل اكل بحس انه عم تطبخ لجيش يعني. مزبوط. وبعدين مثلا شو بيصير بهذا الاكل؟ نحن زيت الشيء هيك معودين، لانه بس اوقات كمان بنشتري قصص، مثلا بنشتري مثلا مرتدل، ما بنشتري بلوقيه، بنشتري نص كيلو مثلا، وهولي بيضلوا بالبراد يعني بعد اربع خمس ايام ما بيضلوا منيح. صح. يعني بنصير ننجبر نكبهم. صرت انا بشتري بلوقيه بال 100 جرام 150 جرام، دائما بشتري كل يوم بشتري، بس بشتري طازه. مزبوط. فهيدا الموضوع نحن عم نجرب نحكي عنه، لانه تنعمل الاكل اصلا نحن مش بخل هيدا القصه يعني، لان اللبنانيه عندهم هال انا باخر حلقه رح فرجي كم ان جي او بلبنان عم بيكونوا الشانجمون. في واحدة منهم الان جي اوز عندها هاشتاج اسمه ما بدها استحى، وهيدا الشيء اللي بدنا نجرب نغيره. يعني رح بس تخلي سر امان ورجع كمان نحكي عن الموضوع. فالفكره انه هاللاند بوليوشن عم بتروح يعني هالفود بوليوشن عم بتروح الاراضي، لانه انا تعامل اصلا اكل شو عم بعمل؟ عم شيل غابات تنرجع نزرع تنقدر نزرع لنقدر نخلي الانسان ياكل. يعني بالاول اصلا عم نروح نرجع تنرجع نعطي كيماوي لهول البلانتات، مثلا البندوره الفراس كل هالاساس. عم نروح كمان نرجع نشيل اراضي ثانيين تنعمل منهم كيماوي لنعطي لهالاكل. وهو سايكل فيسيو، يعني عم نخسر اراضي عم نلوث اكثر، وبعدين هالكيماوي كله عم بيروح بالارض، والزياده الاكل اللي بده يطلع اللي كان لازم اصلا يروح على الصحون كمان عم نرجع نكبه وبيرجع السايكل فيسيو. شو لازم نعمل؟ لازم نغير عاداتنا. يعني انت اللي كنت عم تقوليهم 100% مزبوطين. بلبنان عندنا هول عادات اللي كثير سيئه، واحده منهم افترضي انت هلا انت عم تحكي بالاكل عندي هيك، افترضي انت مثلا رحتوا ما بعرف واحد عامل بيكنيك، بيرجعوا بيستحوا ياخذوا الاكل تبعهم، بفكروا انه لا عيب ومدري شو وكيف معقول اخذ الاكل. هيدا الشغله لازم نغيرها. او اذا رحنا على الريستوران كمان بضل في اكل ما بناكلهم، كمان بيستحوا يرجعوا ياخذون على البيت تا يرجعوا ياكلون، بيقولوا لا عيب. مشان هيك كمان شو بدهم يقولوا العالم؟ هيدا الشيء لازم نغيره. في عنا في ان جي او بلبنان كمان، ما بدي اعمل كثير دعايات، ما رح سمي، بس رح اقول شو هن، بيتلاقوا دغري على الانترنت. عندهم كمان عملوا شيء اسمه زواده بكره، يلي انا لما اكون بالمطعم فكر انه خلصت ما اكلت هذا الشيء كله مثلا، طيب شو بعمل؟ بكبه بفل لانه انا ما بدي اصحابي يفكروا هيك؟ لا، في اطلب كرتونه اسمها زويده بكره، بحطوا لي الاكل فيهم وباخذهم معي. شغله كثير هينه، ما بدها يعني ما بدها هالقد يعني، لازم في كثير قصص نعملها كرمال هالاكل ما يروح على الزباله. رح فرجي رقمين تنشوف قد ايه الرقم كبير،
وقريبا بمطاعم باوروبا رح يصير في لما تكون عم تطلب اكل مثلا برجر او وات ايفر رح يحطوا حدا دغري على الدغري على الاكل رح يحطوا الكالوريز تنعرف قد ايه كم كالوري والزياده رح يحطوا شيء اسمه على ووتر فوت برنت وسي او 2 فوت برنت. شو يعني؟ تواحد يستوعب انه لو هو ياكل هالبرجر او ياخذ هالاسبريسو قد ايه عم نصرف مي وقد ايه عم نصرف ايميشنز. حفرجيك رقمين هيك على الموضوع. مثلا اسبريسو تنشرب اسبريسو نحن مش الهدف نعقد حياتنا بس نفهم نوعها اكثر. قد ايه بتقولي انه معقول نصرف مي بهيدي الشغله هيك تنشرب اسبريسو واحد؟ قد ايه؟ مو هيك رقم وزت رقم اسبريسو زغطوره يعني هيك مو دشه ساعدك بالجواب. 140 لتر مي. ليه؟ لانه تعملوا هالاسبريسو دونك زرعوا بان كبرت الشجره انسقت هيدا. لكن رح فرجي الجراف المهم كثير بتشوفي كيف يعني مثلا اسبريسو هي محطوطه 140 تحت واخر شيء اخر شيء لتحت في برجر وحده تناكل برجر بنصرف 2400 لتر مي. تخيلي لانه بدك تفكري باللحمه بالخبز القمح وكل هذا الشيء. طب احنا ما بقى نكب كيف ما كان وهذا الشيء لازم نغيره شوي شوي بعاداتنا بالاكل لانه برجع بقول الاكل هو واحد من اكثر مسببات التغير المناخي اللي عم بيحكوا عنه لانه عم ننزع الطبيعه تنقدر نعمل اكل وهذا الشيء لازم نحن نوعيله. يعني هلا في كثير بلدان عم بيعملوا كثير بانويات ليفسروا لنا قد ايه تنعمل اكل قد ايه عم نقتل بايودايفرسيتي وقد ايش عم نغير الطبيعه. وانا طلع بالها نحكي بوزيتيفلي يعني شو هن المبادرات اللي فينا نحن نعملها لنغير. فينا نبلش بحالنا يعني دائما نحن نقول وين الدوله هذه الفكره كثير اساسيه بس بهول الاسس كل واحد عم تضحكي بس مش مزبوط يعني بهول الاسس الصغيره كل واحد هو يعمل اللي عليه وبعدين الدوله قررت تعمل يعني نحن انا وياك رح نقدر تساعدنا تساعد رح نحن رح نقدر مثلا نقرر او نغير اذا صار في محارق او مطامر لا بس انا بقدر اذا رحت على سوبر ماركت هول عم بيصيروا هلا باوروبا اسمهم اغلي اند تيستي بيعملوا لهم فيديوز يلي هو انه يصير في شكلهم ما حلو بس طيبين فصار في بقلب السوبر ماركت بيعملوا لهم دعايات على التلفزيون في فلوم يوتيوب فيها نحضرهم على الفود يلي هو مش حلو بينحطوا بيرفضوا يحطوهم بالسوبر ماركت وبيروحوا على الزباله. هي فينا نغيرها يعني نحن نصير الدكنجي اللي حد بيتنا ما يستحي انه يكون عنده البندوليه متعوجه او الجزره فيها ثلاثه طالعين لانه بالاخر هي ذات الطعم سو هول اساس فينا نبلش فيهم. شغله ثانيه فينا نعملها وهيدي كثير عليها دراسات هلا هلا المره الثانيه بجيب فيديوز بنشوفهم كيف من سوبر ماركت قد ايه بيطلع زباله كان لازم ما تروح على زباله ينعمل لها كومبوست. ليه؟ لانه مطرح ما بحطوا الشلف لايف تبعها مثلا بيقولوا لك افترضي ما بدي انا فوت فيهم يعني بس نفسر انه مثلا بيكونوا قايلين لنا انه هيدا الفود لازم تكبوه ب 1/9/2019 هو في داين سنتين زياده فنقرا اكثر على شو هن القصص يلي لازم عن جد نكبهم اذا خلصت صلاحيتهم. يعني مثلا معروف كثير انه لنقول العسل او الشاي او الابيس ما بينتزعوا فاذا نحن وي ستور ذم بطريقه هن مجبورين يحطوا اكسبايري ديت هن مجبورين بس انا ككونسيومر مش مجبور كبهم يعني بقدر اسال قد ايه وقت مثلا اذا الشاي قد ايه وقت اكثر انا رح اعطيك رايي يعني هلا ما بلزم حدا بس نعم. رايي الشاي ما لازم نكبه اذا الشاي ما هو مضاد للاكسده هو ما بينتزع ولا اذا بيس ثلاث ارباعه هيك اذا كانوا ويل ستورد ما لازم نكبهم بحياتنا يعني الشاي بضل منيح بعد اربع او خمس سنين اذا عن جد ويل ستورد ليه بده انه عرفت العسل مش معقول ينتزع فكل هالاسس نحن في كثير ماكولات لازم ننتبهها اذا ما سوسوا يعني هلا ما بدي اروح على الاكستريم بس حتى لو سوسوا هي ما بتضر الصحه يعني السوسه بروتين في ناس بياكلوهم بس مش عم فوت بهولي فنسال اكثر عن شو هن المأكولات في ويب سايتس بفسروا لك عن هالشيلف لايف قبل ما نكبه ما نكون عندنا هل انه خلص لا خلصت لازم نكبه شو رح يصير الادويه بنخاف اكيد ما عم نحكي عن الادويه ما عم نحكي عن نحن الادويه نحكي بس عم نحكي عن شاي عن المأكولات عن عسل إيه؟ عن هالاسس يلي بيكتبوا عليهم هالاخبار. بيرجع في شغله كثير حلوه فينا نعملها كمان في شيء اسمه سينك ايت سيف هلا بحطوا لنا اياه فينا نفوت على هذا الويب سايت وهذا الويب سايت بيعطينا كثير تيبس على كيف نحن يعني هو الفكره تبعه كمان كثير حلوه رح احط الصوره ونحط الويب سايت تبعه يلي هي يعني نحن نفكر ونعرف كمان كيف يعني نقتصد فنطلع هالكامبين هي موجوده وبيعطونا افكار قد ما بدك
على انه نحن كيف ايت سيف ريديوس يور فوتبرنت، يعني كيف كل واحد منا هو يفكر كيف بده يعمل تحت مكتوبه كثير حلوه ريديوس يور فوتبرنت. يعني انا ما ساهم انه الزباله تبعي، نحن اليوم عم نفوكس شوي على الاكل، يعني ما يروح على الزباله. فا اكزامبل يعني هلا في ناس كثير بعدهم بلبنان عندهم دجاج، فينا نعطي الاكل للدجاج اذا ما بدنا نكبه. يعني فينا نرجع مثل ما حكينا، في صار ان جي اوز كثير بلبنان، رحت انا هيك اثنين ثلاثه منهم، هن كمان عم بيشتغلوا. يعني قبل لما واحد كان يعمل الحلقه كان فكر عم نحكي عن افريقيا. حسب دراسه بلبنان في عندنا كثير ناس عندهم مشاكل بالاكل، ما بياكلوا هن لبنانيه، مش انه اجانب عايشين بلبنان. فمثلا هون نقيت احكي عن هيدا الان جي او اسمها فود بلاست، تأسست بال 2012، وهن عندهم ليك هالهاشتاج شو كثير حلو اسمه بدها استحى، وفينا نعمل كونتاكت معهم كمان كرمال نشوف شو بيعملوا بالفود. في شيء اسمه بلبنان فود بانك، كمان سوبر ماركت او حتى مطاعم او جامعات فيهم كمان هالاكل، بيعملوا كونتاكت معهم وبهمهم هالموضوع. ليك كمان هيدي الصوره من لبنان كثير حلو، هيدي كمان ان جي او سيف ذا جريس اسمه، ما الاكل ناعم نحن كمان عم نكبه، في ناس عايزين ياكلوا. سو هيدا كله فينا نعمله، ما بدنا شيء، بنطلع على الويب سايت، هول الافكار موجودين على الانترنت وين ما كان، نقدر نبش عليهم. في كمان ان جي او اسمها اكت بلبنان، انا رحت مرتين شفت شو بيعملوا، شيء بعقد. بيشتغلوا مع سوبر ماركتس كثير مشهورين بلبنان، وهول السوبر ماركتس بيعطون الاكل اللي كان معقول يكبوه قبل، بيكون بعده منيح، بينعمل منهم، بيشتغلوا مع دشاف كثير معروفين، بيعمل منهم اكل وبيوزعون على الفقراء. بس بلبنان كمان المطاعم لازم تساهم لهالشيء، يعني هن كمان يساعدوا ويفكروا ويضاف بروبوزي، يعني هن بس بخافوا من الهيجين، هذا دائما المشكل، يعني ما بتحكي معهم لانه في كثير قوانين بخافوا انه حدا يتسمم وهيك، فهذا اللي بخوف. بيقولوا انه من هالمطعم الاكلات هذا اللي بخوف، مشان هيك لازم ننتبه على 100%. واخر فكره الكتير بليز، قد ما فينا نحن ما نعمل كتير حلقات على الموضوع، قد ما فينا كل واحد يبلش يفكر فيهم، الكومبوست. يعني اذا نحن ما عندنا دجاج، ما عندنا طريقه مثلا ما نعطي لنقول الاكل لهال ان جي اوز، ما لنا قدرانين مثلا، ما بعرف كثير سنوب انه نقول بدنا ناخذ زوادتنا من المطعم على البيت، فينا نشوف اذا فينا نعمل كومبوست. صار في هلا وين ما كان كومبوستر للبيوت ادابتي، كل واحد فيه يعمل على الاساس ببيته. يس، ثانك يو مارك على المعلومات، هاف ا نايس ويكند، نشوفك الاسبوع الجاي ان الله راد. مشاهدينا وقفة ومنتابع الأعلام.